رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بروحك بحجنا كتابك فتح المجيد أنا كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى إلهي قول كيسي الله يسر قول كيسي أي باب إلهي يعرفون نعمة الله لمعاد إلهي أي أقوصنا ينفون ينكرونها هبنا ينكرها. الله أكبر. من علم إله أي فهميا وأقرنايا وأقنصنايا هبنا وإنكريا، وأكثرهم بذن كودنا الكافرون وقالبوا بهاي إلى سبحانه وتعالى. هذا مالي ورثته عن آبائي أو هذا لا نوع سكر أهواي. من علم إله أي فهميا وأقنصنايا وأقرنايا هبنا وإنكريا، بدن كودنا كافرين وأكثرهم بدن كودنا الكافرون وقوى كافرين. وقال أبو العباس وحميري بعد حديث زيد بن خالد، حديث زيد بن خالد أوري الذي كسر فيه قوله سأمرك كجري أن الله تعالى إله سري، أن الله إلهي تعالى أمر كيس السرية باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله من على إلهي أي أقنصنا ثم ينكرونها. قال مجاهد وحيري ما معناه وحمعنه سئي هيواي هو كاسي معناها يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وحبول الجباب ليهي. قول الرجل قفك هذا الكيس ليهي هذا مالي كلمال كيجيوى مالي بوليهي إله بسيء وورثته وح هذا مالي وورثته وح كدح لي عن آبائي أبي الكي. وقال عون ابن عبد الله وحيري يقولون وحيدها يا ليلى فلان اللي هو بها توصم أهان هنا لم يكن كذا وحمد أهان هذا الأدو أهان هنا وبابي الهنات هذا الهدو سن أهان هنا وقد الهنات هذا الهدو سن أهان هنا بكفن ودع لها ليلى فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة وحيري يقولون وحي أرايا هذا متكني بشفاعة آلهتنا إلى هيالكينا شفاعة دواية إرجيتي إلى هيالكيني أي إرجيين أي مركاق حلمي. وقال أبو العباس وحير بعد حديث زيد ابن خالد حديث كسي كبي الذي حديث كاسو فيه بله سئو كجري أن الله تعالى إله سري قال وعيري أصبح من عبادي أدونا إذا وحيكو يبدأ مؤمنا بي إلى وكافره مد أن إرميي يمد أن مركائي كفريي. الحديث حديث كوابيرا حديث كوابيرا أوروكيني كرينكي سلح ديبيا إثركيني أي الرسول صلاة سلح بجيي حال غدعي مركا كدو صلاة كبحي ويري ما أكتني نحو ربيري إلهي وحي إلى أدو مذي إذا وحاك مبقى كو أن إرميي حد دنكو كفريي إيا مد حد قبل ميلي أن يلا إيه كفريي
قف على لقف كي ده المنطرنا بفضل الله بأن لكل ريالي إله نحرستيسا أما إرميي حد قرأ كوغل ليك لكن قف كيري منطرنا بنو إكذا حد قرأ بأن لكل ريالي كاسي حد قرميي أن وإذو كفريي وقد تقدم حدث قف كي حصوصته ما صهر مري وهذا كثيرا كان وحدا من ويؤ في الكتاب والسنة كتابك إلى السنة كسو أراري يذن وحو أذين يا سبحانه إلهي وحو لد قال يا أذين يا من يضيف قفك أليحية إن عامه من أي كيسة إلى غيره غير كيسة قفك غير كيسة أؤذيف أؤضافي وأتيني وأليحي من قيك إلهي وهو يشرك به ولا شريك ولا أعلم قال بعض السلف حجر أهدين سلف كقيب كميرا آيادا وحامل جيدا هو كقولهم ومرتي قدك بهايان كانت الروح بريش وحي أهد طيبة مدفعا مركب بالله صفري أم دوني سبب بالي دقة تاب لغسو بغي وحيطي اغسو حرفي الحمد لله ما بهياني وحيليهين كانت الريح طيبة ضغيش ويدقنيت او يفعنيت والملاح معقوبها ملاح وقفك ادونت وغنى حابطا تفبؤها سلوح لوك حي يقيني ساسي ليهين وحاسين لبد اغنمت وسد الدالاء اغنمت وحيتهي ضغيشة دقني ما اوضاها بوضاهنا وحو اها حاذقا من فورت اوه تفأ ايو نحو ذلك وحي لمدأ او مما هو جار سو مرمرة او قصة صعبة على ألسنة كثير بدك الدرن كودة عرب كودة بدك الدرن كودة عرب كودة هذا هذا اللباس اياك سواد بحبحة باب قول الله تعالى إلهي قل كيسي سري أي باب إلي هل أولي الله فلا تجعلوا هؤلي لنا لله إلهي أندادا وح أنداد أهو شرك لا ألا فعا هؤسميننا وأنتم تعلمون إذنكو أك إنو سن إلهي أنداد لهين إذنكو أك إلهي إنتا صوتا إنو كن الزهن لهي إلهي شرك هؤسميننا فلا تجعلوا هؤلاء لنا لله إلهي أندادا وح أنداد وشركة وأصغى إلى ذل قير صدا هؤلاء مينينا وأنتم تعلمون إذنكو أك إنو سن إلهي أنداد لهين إنو سن إلهي شرك لهين إنو سن إلهي مثل إلوحل مطأه وصل لهين هؤلاء مينينا إلهي سبحانه وتعالى نكي أنداد إيوح الصغى أوكل أهل أبوذ وقال ابن عباس وحير في الآية آيب لك فسرالي أما آيب أوكهلا يوحير هو الشرك وشرك أندادك الشرك شرك يا الله وضع فلا تجعلوا لله أندادا شركها أصمينين إلهي هو الشرك هو أخفى وكقرص للدنيا شركها من دبيب النمل قريش على صفات بل أما طيح صفات مريسة سوداء أمدو في ظلمة الليل هذين بد أهل أيتهاي تاس معناها شرك وقفك أغسر بمشه بنيه شرك وقفك وأصر بمتا سيدق الامتقانا باشا من لبا لغم دعابه وقريش قريش أمدو او هدانا طرح سبسب اه او مدو مريسا هدانا هدين مجد اه او مدو سي مريسا مالا اركا رانايا سيد ان لو اركي من الهي ايا معنى شركيا ايا فاسو كلكو غصو كو مشبضا وان لو اركي من سيترتك بان اللي هي شركيا لغوضا شركيا مقفك وحا لغربا انو اسكا الاليو سيبت وحيتهي وكوصو بيمنا ومشو قفك مركا أقول ماذا ابن عباس في الآية أصدى فسرايا وعير أنداد هو الشرك وشركي أخفى ونكا قرسو لبنيه من دبيب النمل قريشة نملية وقريشة وعلى صفات من صفات أهل سبسطة مريسة
سوداء أمدو في ظلمة الليل هذين بده سنة مركا قصحقا ومن وحاكر الشركة اللي يرى هذا أن تقول إن الطهضة شرك وحاكر أهقفك إن يرى هذا أن تقول وإن تقهرش أو الطهضة مركا بهذا ليس أدب إلهي الشريك إلهي إلى تراهدو والله إلهي من قطارتي إلى حياتك ملشابة ملشابة قطارتي إلى إلهي وشركي والله إلهي من قطارتي وحياتك ملشابة يا فلان يا فلان إبلو وحياتي إلى ملشابة قطارتي إلى شركي وتقول إن أطلع شركي لولا كليبة إياك هديسا أهان لهين هذا إيكم إيكا هدوسا أهان لهين لأطانا وحنو إيمان لها وقرر أصابع لها اللصوص تولد تولد ونصابع لها نحن العب سنة انتقاني تولد كان إيه هدى في لنبا إيه إن الدلال السمع ومريان وإنتو سوى قلان باكو في لنبا يا حفيظه الله سبحانه وتعالى سادرت ذو حشرك أبو ليه وتقول إن بعضه لولا كليبة هذا إيجا خدوصا أهل من ضدعنك لا أتانا اللصوص تقول ونسو إيمان لحي ولولا البط بط خدوصا أهل لحين وسنجوج لحين في الدار دارتنا لا أتانا اللصوص تقول ونسو إيمان بط بقى شنبر طويل شنبرت قرقر أو كلا أما شنبرت هذا شاء إمرك توب صوبة يحيى النوع صوب كلا أو أعطى صوب أغلين صوب شنبرت النوع صوب بطي اللي يراهد حدوسا أهانا هين ترجم إيمان الله وشرك وقول الرجل ونينك هذا الكيس وكي رهد لساحبه ساحب كيس ما شاء الله وشئت ما شاء الله يحيي إلهي دونه وشئت أدغنا أدونت وشرك وقول الرجل وقفك هذا الكيس إيراه لولا الله إله دوسا أهان لهين وفلان إيهر الله ما طوى بابي إلها ساني نقول لهيت كل محل جدا تقعنا إيه محل أقول إيه وينو إيمان دونتا لولا الله هدوسا إله أهان لهين ثم أدات هذا بدم لها ويقفك مرك وحقوق قضانا ايو ومرك الاله سبحانه وتعالى قوة قطو لكن هذه اله يقفك اسكت درته شرك بالمقوم نيسا وقول الرجل لولا الله وفلان ووعظك لديني محال الرابع لولا الله هدوس الاله اهان لهين ثم بك كدب مع ذيك ثم هذا اهل دب معها شركنا معها لكن ووغس شركك هنايا لا تجعل فيها هؤيل بديس فلانا هبل هذا كله انت صوتا به شرك وشرك ودالمين اسكيب عليه رواه ابن حاتم بحديث كوري ابن ابي حاتم به رواه ابن ابي حاتم بحديث كوري وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيي من حلف قفكي بارطا بغير الله إلهي إب آمهن قفك قطار فقد كفر وكفري أو أشرك أنا وشريكي لي رواه الترمذي وحسنه ونجي وصححه الحاكم حاكم حديثك صحيح لي حاكم حديثك صحيح لي رسولك أن وحوليه من حلف بغير الله قفك إلهي إب آمهن قطارته فقد كفر أو أشرك وكفري أنا وشريكي لي وقال ابن مسعود نوحه لهذا لأن أحلف بالله إلى الإله كبارته كاذبا أنا بين شيئا أي أحب إلي حق يقل لك جعل بغيه من أن أحلف إلى بارته بغيره إله غير كيسا صادقا أمر شيئا الله أكبر هذا وين واي إلهي الله بارت أيضا بين شيئا دين بيوه واي أين يدن بوين أي طاي هذا إن الإلهي غير كي كبارته أنا رم شيء وايو أيان كجاء الله هاي وايو وحق يلو جاء البرن يهي إن الإلهي نجا إيسا كبارتن إبن أمو شريك يلين بين أمو شريك
macnaha ilaahay aan ka been sheegaya oo beenbaan ku dhaarna ulama jeedi ibni mas-uud inaan si fiican u fahmnaa fiican wuxuu ka wadaa marka shirkiga dhibka uu leeyahay ilaahay qaybkii oo lagu dhaarto dhibka ay leedahay ilaahay qaybkii aanbaan ku dhaaran lahaa anoo run sheegaayo waxaan ka doorbidi lahaa u shariig yeelin anoo been sheegaya anigoo been sheegaya faman adlamu miman iftaraa cala allaahi kadiban aw kadaba biaayaatihi walaa akyanaalihim nasiibu maa shuraakili subxaana watacaala saa darteed qofka waxaa la leeyahay ilaahay qeybkii ha ku dhaarane mar walba ilaahay keligii ku dhaaro subxaana wa tacaala wa an xudayfata radia allahu canhu xuriifana ilaahay haka raadi noqday can innabiyi nebiga xaggiisa waxa uu ka wariyey qaala inuu dhahay nebiga laa taquuluu ha dhihina maa shaa allaahu wa shaaa fulaanu saa ha dhihina maa shaa allah hadduu ilaahay doono washaaa fulaan hebina uu doono walaakin quuluu dhaha maa shaa allah hadduu ilaahay doono uma ka bacdi shaaa fulaan hebin uu doono waa taata soo tilmaamay wawacdafkaan la diidaya ilaahay iyo hebe maxaa la rabaa laakiin ilaahay uma maxaaba soo harayda wixoo dhan ilaahay waa dameeyey waxaa sababbaa lagaaga dhigay qofkaa wax ku taray qofkaad axdibka kaa badbaadiyey qofkaad ilaahay sabab kaaga dhigay maa shaa allah ilaahay wuxuu doono uma deh kadib mashaaa fulaan hebel uu doono taasaa la ogol yahay laakiin yow inaad ku darti ilaahay hebel inaad dhahdo taasaa mamnuuca waa ilaahay hebel ma wada geli karaanba wa an ibraahim annakhaaciy annahu yakrahu wuxuu maahayay an yaquula arajul qofku inuu yidhaahdo acuudu billaahi ilahay baan magan galay wa bika iyo adin wa yujawiz wuxuu banan jiray an yaquula billaahi uma bika ilahay baan magan galay kadibna adiga uma haddii mar lay gaado wuxuu dhammaadeen ilaahay khallisoo dhameeyey wax yaroo sabab aad noqotay keliya yaad qofkaa u tartay qaala wuxuu yidhi wayaquuluuna waxay odhanayaan dadkii lawla allaahu uma fulaanu wayaquulu wuxuu odhanayaa qofka lawla allaah ilaah hadduusan ahaan lahayna uma kadibna fulaanu waa baabi'i lahaa walaa yaquulu uusan odhanin lawla allaahu wa fulaanun ilaah iyo helin haddaysan ahaan lahayna taasaa markaa la diidaya xaalada ibraahim annakaacina saasuu markaa leeyahay marka qofka muslimka mar walba waa inuu ilaahay ku dhaarto ilaahay laakiin wax allaale wuxuu rabo ayuu ku dhaaran karaa subxaana watacaala baabu maa jaa'a fii man lam yaqna bilxalifi billaahi qofkaa kuu dhaartay wallaahi ma arkin buu ku dhahay wallaahi ma kugu samaynin nin baad sheegaysaad leedahay maya waa inaad ku qancdaa ilaahay magaciisa haddaad ilaahay magaciisa ku qancin maxaad ku qancaysaa marka waa ma jirto magaciisa waxaa la yidhi wuxuu arkay nin tuug ah oo xabaaya gacantay ugu jirtaa waaka wuu soo qabanaya oo soo wadaa tuug uu dhahay waa maxaaday saameeyaan wallaahi buu yihi inaan xadayni wallaahi maxadooyi magaciisa xuurigaa layidhi aamantu billaah ilaah waan rumeeyey wa kala tacay maayo indhahayga waa beeniyey indhahaygu waxay arkeen been waay ninkaan wallaahi ma yidhi ilaan beeniyey subaa ilah waan rumeeyey subxaana wa tacaala aamantu billaah mar hadduu ilaah iigu dhaartay bis waay caawey aragtida aan arkaya ninkaana waxay la baxaaya indhahayga been bay sheegeen buu yidhi xaladaa marka waxay tilmaamaysaa qofku waa inuu ilah magaciisa ku qanco qofkuna inuusan dhaaranin ilaa asagoo run sheegayo maahan maanta waxaa beerta been isaga dhaaro ina aladiina yashtaruuna biahdi illaahi waaymaanihim famanan qaliilan lacag yar iyo wax yaro adduun ahel ilaah magaciisa xaf ku siinayaa war niyo joog war dhaarta wax sahlan ma aha war ilaah magaciisa ma fududa war ka joog mayugu leeyahay hala gaaro aan kadkariit haddaan rabo hadii la rabo meesha oran ilaahay ugu tuuro macnaha waxaa dhibaato ah maanta iimaankii dhibar noqday qofkan waxbaa xalqaliin ahoo adduun karowka uu ka dooranaa ilaahay magaciisa subxaana wa tacaala marka baabkaas aynu qaadan doonaa laakiin caawa meesha haynuu joogto wabillaahi tawfiiq wallaahu subxaana wa tacaala aclam.